نروح لحالة الطقس والتحذيرات من حالة الطقس، وفي موجة الحقيقة وتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، في ارتفاع لدرجات الحرارة خصوصا الحقيقة في فترات النهار، في توقعات بوصول درجة الحرارة إلى حوالي 40 درجة نهارا ده خلال الساعات المقبلة، و27 درجة ليلا في أوروبا وخصوصا في غرب أوروبا وفرنسا. الناس بتسيح هناك من درجة الحرارة اللي تجاوزت 40 درجة مئوية، والناس هناك في أوروبا وغرب أوروبا مش متعودين على درجات الحرارة دي. فبرحب بدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. مساء الخير دكتور محمود. مساء الخير استاذ عمرو على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقه في مفارقه ان بالنهار درجه الحراره عاليه مرتفعه، وبالليل بتلاقي نسمه هواء لطيفه جدا وجميله جدا. ايه السبب؟ طبعا السبب هو اختلاف الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا خلال فترات النهار عن الكتل الهوائيه ومصادرها اللي بتاثر علينا خلال فترات الليل. طبعا مش هي كتل هوائيه واحده اللي ممكن تسود يومين ثلاثه يوم، هي نفس الكتل الهوائيه ولكن المسار اللي بتسلكه مثلا خلال ساعات النهار بيختلف قليلا عن الكتل عن المسار اللي تسلكه خلال ساعات الليل. طبعا ما ننساش غياب اشعه الشمس، ده برضه عامل قوي، لان خلاص مصدر التسخين بمجرد غياب اشعه الشمس مصدر التسخين بيتلاشى وبيختفي وهو الشمس، وبالتالي بتبدا الارض تفقد درجات الحراره اللي اكتسبتها، وبالتالي بنلاقي ان كل ما تقدمنا في ساعات الليل بنحس بالطقس احسن والطف حقيقي من اول الليل. حقيقي. طيب متوقعين ان خلال ساعات تعاود تاني درجات الحراره الارتفاع زي ما كانت السبت اللي فات مثلا؟ كنا بنتكلم في 40 درجه مئويه السبت اللي فات يعني. لا الحمد لله، الخريطه اللي قدامنا بتشير انه معانا اسبوع او 10 ايام على الاقل الطقس درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. يعني بنتكلم ان درجه الحراره على القاهره هتكون ما بين ال 34 و 35 درجه مئويه، ربما مع ارتفاع نسب الرطوبه قليلا هنحس بدرجه حراره محسوسه اعلى من اللي بيتم قياسها بحوالي درجه لدرجتين بالكثير. يعني ما فيش 40 دي؟ لا ان شاء الله على مصر خلال على الاقل اسبوع او 10 ايام الخرائط لا تشير الى ذلك اطلاقا. وجنوب الصعيد؟ جنوب الصعيد كالمعتاد، الطقس هناك شديد الحراره، بتصل الحراره هناك ما بين 42 ل 43 في بعض الايام، ده خلال ساعات النهار. وخلال ساعات الليل الصغرى بتنخفض هناك ل 27 درجه مئويه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، وربنا يا رب يسلم حضراتكم. بسبب طبعا ارتفاع درجات الحراره فبيبقى في ضغط كبير جدا على تشغيل التكييفات، وتلاقي مثلا لو في اسره مثلا عندها 3 4 تكييفات في البيت، فتلاقي الكل وهو نايم منطقي يعني الكل عايز يشغل التكييف، فتلاقي 3 4 تكييفات كلهم شغالين في نفس التوقيت. وفي الحقيقه شفنا خلال الايام اللي فاتت عدد من الحرائق اللي حصلت بسبب ماس بيحصل في التكييف. فناننا الجميل ونجمنا الاستاذ محمد هنيدي ربنا يعني سطر وقدر ولطف، من كام يوم كان في حريقه بسبب ماس في التكييف، ولكن الحمد لله كانوا بخير وكلهم بخير الحمد لله على سلامتهم. ولكن ده بنسمع ان هو او بنشوف ان هو بيتكرر كده كل سنه، زي في الشتاء بيبقى الدفايات وفي الصيف بيبقى التكييف. فلازم ان احنا نقف ونفكر طب ايه الاخطاء اللي بتحصل، ازاي انا استبعد هذه الفرضيه، وربنا يا رب يسلم الجميع ويحفظهم. ازاي نتاكد ان جهاز التكييف، الوصلات بتاعه التكييف، الجهد او الحمل اللي على الكهرباء عندي انها مظبوطه مش هتؤدي لاي مشاكل. برحب بالمهندس هشام علي، عضو اللجنه الاستشاريه للسلامه والصحه المهنيه بنقابه المهندسين وخبير الحرائق. يا دكتور يا باشمهندس هشام مساء الخير، اهلا بحضرتك. ازيك يا فندم استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ الله يخلي سيادتك. الله يخليك يا فندم. اولا هل في اسباب معينه بيبقى ما هو التكييف بيبقى شغال زي الفل مثلا اذا صاحبه مركبه بقاله سنتين ثلاثه اربعه وشغال كويس جدا تمام، ومن اول الصيف شغال كويس جدا، ليه يجي في وقت معين ويحصل الحريقه اللي بنشوفها دي؟ في اسباب كتيره يا استاذ عمرو في حكايه التكييف. اولا بعد التطرف المناخي اللي حصل في العالم كله وزياده درجه الحراره، الناس كلها بدات تتجه لتكييف البيوت بتاعتها بدون دراسه علميه التكييف ده يتحمل حجم غرفة قد ايه، او يتحمل أو مساحات قد ايه، او احجام في البيوت قد ايه، بينجاب كده من غير دراسه. لازم في دراسه اصلا بتتم
على التكييف ده هيكيف المساحة حجم حجرة النوم قد ايه، وهل الحجرة دي معرضة جدرانها من بره للشمس او لا، بتخش فيها عوامل كتيرة قوي عشان احدد التكييف المناسب ليا. يعني لو الأوضة كبيرة شوية او الشمس ضربة فيها شوية يبقى الناس تجيب تكييف اعلى، يعني مش واحد ونص، يجيب مثلا اتنين وشوية يعني اعلى شوية بناء عن حسابات. ايوه ما هو برضو ما هي القيم دي ما بتبقاش كده اقول 2 أو 2.5، لكن في معادلات تصميميه موجوده بيقول الطول في العرض في الارتفاع في 1200، في معادلات كده بيقول لي ان انت محتاج في الحجم ده تكييف 1.5 حصان او 1.5 حصان او 2 حصان طبقا للحجم. معظمنا ما بيعملش. طب الحجم ده نفسه لو كان معارض للشمس جنب الشمس لا يعني ما هي دي المفارقه، لان مثلا يقول لحضرتك مثلا لو في حدود 12 متر مثلا مربع يعني، فانت بتجيب 1.5 بالكتير، فوق ال 12 فانت بتبتدي بقى تطلع فوق شويه، فهي بتتحسب كده، معظم الناس بيحسبوها كده. برافو على حضرتك. لا هي صح ان نجيب مهندس شاري متخصص في المجال يقول له انا عندي الحجم قد كده، انا محتاج تكييف قد ايه، بيعمل معادلته وبيشوف عنده اتجاهات المنزل فين او اتجاهات الاوضه دي فين، اكتر حته فيها شمس، لان بيحصل هيت ترانسفير ما بين الخارج للداخل عشان اشيل الاحمال. هذا بالاضافه كمان ان نوعيه الحته اللي هكيفها دي، اصل لما اجي اكيف اوضه نوم غير لما اجي اكيف صاله فيها اجتماعات وفيها ناس بتتحرك كتير، غير لما اجي اكيف صاله رياضيه بيحصل حركه، بيحصل على الجسم اشعاعات حراريه من اثناء الحركه، غير ما اعمل صاله العاب رياضيه، غير تكييف في مطبخ، كل حاجه لان بالزبط. بيتحسب الاحمال الخارج، اي غير تكييف في المطبخ كل حاجه لا حسابتها عشان كميه حراره قد ايه. طبعا لو جبت باشمهندس هشام، في ناس مثلا بيقول لحضرتك ايه التكييف ما بيفصلش، اتفضل، يقول لك مثلا الحصان الهورس باور بتاعه مثلا قليل على المكان ما بيفصلش، هل التكييف اللي ما بيفصلش ده عرضه ان هو يحصل فيه حريقه لا قدر الله؟ طبعا طبعا يا فندم، هو المفترض ان التكييف يفصل بعد ما يوصل لدرجه الحراره المطلوبه، على درجه الحراره المثاليه المفترض ان افضل درجه حراره مثاليه للبني ادم يعيش فيها 25 درجة مئوية، 23 لـ 25، نسبة الرطوبة اللي بيطلعها التكييف ما بين 50 لـ 65، ده الصح. أول ما وصل التكييف الأوضة وصلت لـ 25 درجة مئوية بيفصل شوت داون، يقفل أوتوماتيك لغاية ما يبدأ الأوضة تسخن تاني بسبب الهيت ترانسفير، وصلت 30 يبدأ يشتغل التكييف ينزلها لغاية 25، ده الصح. يبقى في تفاوت، مش يشتغل التكييف على طول 24 ساعة، مش طبيعي، هيحمل على الأسلاك وهيحمل على الكمبروسر نفسه. مظبوط. من كتر الاحتكاك الكمبروسر رايح نازل طالع بيحصل تسخين، وغالبا بيحصل انفجارات بسبب عدم اللي هو التشغيل المستمر، عدم ملائمه الاسلاك الاحمال اللي وقع عليها التكييف. يعني انا سي ان انا ركبت تكييف نون حصان او خمس تكييفات نون حصان في كل اوضه، لكن الاسلاك الموصله لهم القطر بتاعهم مش معمول حساب الاحمال الكهربائيه المناسبه. أيوه. فالسلك هيسخن، صح، هيحصل عنه شراره، هينزل على الفرش بتاعنا. الفرش بتاعنا للاسف برضو فرش المنازل، عايز برضو اسرار ده كخبير حريق، ان كل المفروشات بتاعتنا بوليسترين وبوليسترين ومواد بتروليه، حتى الفرش بتاعنا السجاجيد، الكفرات بتاعت الانتريهات، المفروشات، الستاير، كلها حتى حضرتك ساعات مثلا تلاقي مثلا في البعض مثلا يقول لحضرتك انا حاطط مثلا التكييف مثلا جنبه ستاره، او التكييف تحته سرير، او تحته كنبه، فحضرتك بتقول ان التكييف ما يكونش جنبه حاجه قبل الاشتعال يعني خالص خالص، ولا جنب الاسلاك، يكون في حته الاسلاك بتاعته اولا تبقى باقطار مناسبه تبقى الحسابات التصميميه للمهندس الكهرباء اللي الشارع اللي هيحدد الاحمال للبيت قد ايه، للبيت ككل لكل الاجهزه. ما انا بكلم حضرتك بقى يعني معلش مش كلنا شويه ممكن نلاقي مهندس شاري يجي يعمل اختبار احمال، ولكن انا بجيب عم فلان الكهربائي حبيبنا جارنا تعالى سلك التكييف نوصل التكييف نركب، هو ده اللي ده معظمنا بيعمل كده. ما هو للاسف غياب الاكواد العلميه في التصميمات كلها، من اول حتى الانشاءات المبنيه، من اول في حاجه اسمها اكواد، في حاجه اسمها ستاندر بشتغل عليه، تمام، انا ما اسيبش حياتي كده. في حاجه في الحريق اسمها لايف سيفتي في الان في الامريكي، بيهتم جدا بالجزئيه دي، يعني الاحمال الكهربائيه لازم تكون محسوبه،